سرسالة أو عيد التكوين والخليقة من أقدم الأعياد عند الأيزيديين، حيث يحتفل فيه الأيزيديون ببداية الحياة، ويعتبر هذا العيد من الأعياد المقدسة عند المكون الأيزيدي. قدسية هذا العيد يوم الأربعاء الأول من شهر نيسان، يجري يعني مساء هذا اليوم يجري المراسيم وإشعال الفتائل ونزول سر وكرم طاووس الملك لتثبيت التعاليم الإلهية إلى سماء الأرض. بعد فترة وجيزة نشعل الفتائل، يعتبر لالش نار أزلية، فهذا دليل على محبة الأيزيديين لهذا الأرض وما نحرث الأرض احتراما للإنبات الطبيعة واستمرارية الحياة في هذا، وحتى الزواج محرم لدى الديانة الأيزيدية في هذا الشهر لقدسية هذا الشهر. أمنيات الأيزيديون في هذا العيد حاله كسابقه، هو بالعودة الآمنة إلى مناطقهم في سنجارة، وعودة كل المختطفات والمختطفين الأيزيديين منذ العام 2014 ولغاية الآن. باليوم الثلاثاء نجي على ليش نجعل الفتيل اسمها فتيل، نضعها على قطع حجرية ونجعلها بالنيران وندعي كل أمياتنا، أميتنا نعيش بسعادة وبراحة. يحتفل آلاف الأيزيديين هنا في معبد لالش، وهو أكبر معبد للأيزيديين في العراق والعالم، بأعياد رأس السنة الأيزيدية. لقناة دجلة، خالد جاسم، قضاء الشيخان.